صباح الخير. بنبدأ أولى تقاريرنا مع الانتخابات يلي هي اليوم حديث الناس والصالونات وكواليس السياسيين. صحيح المواطن بتهمه الكهرباء والمي وحل أزمة السير وغلاء المعيشة، ولكن الانتخابات مفروض أنه تكون صوت الناس بصناديق الاقتراع. فهل المواطن اللبناني حاسس حاله بهيدا الجو؟ الانتخابات بقاموس الشارع اللبناني بتقرير خاص لزميلنا خالد أبو شقرة. بين الستين والنسبة المختلط والأرثوذكسي عشقت قوانين ضيعت المواطنين، وما عادوا يعرفوا أي قانون هو الأفضل، وهل هالاختلاف الكبير بوجهات النظر هو لمصلحتهم ومصلحة البلد أم لمصلحة البعض اللي عم يسعى لتجديد سلطته بغض النظر عن آراء مصدر السلطات اللي هو الشعب. إذا بقول لك شيء ماني فهماني شيء من شيء بتضحك علي، بتقول جاهلة، بتقول شيء والله ماني فهماني، ماني فهماني شيء من شيء. حيرونا، ما بقى نعرف أي قانون الأصلي وأي قانون ما أصلي. ما صاروا قانون الستين من إمتى؟ طيب هلا ما بقى بكونية، طولوا بالكم، قطعوا هالمرحلة ودرسوا عمهلكم. النواب الجديد بيجوا شباب، عندهم تفكير شباب، يمكن يعطوا نتيجة أكثر. ما فيك تميز، هيداك بيقول لك نقصوا له نائب، هيداك بيقولوا لك زودوا له. طيب نحن شو همنا؟ بدنا نتيجة. ما بنتخب حدا ولا لا بعرف، بس ضيعة طاسم ما بتفهم شيء. لا ما في، ما بيشرحوا لك، ما بتعرف. بس هيدي النسبية والمحل حسب ما بتقراهم بالجريدة أو المختلط، أو الستين حسب كل واحد وين له مصلحة عم بيشد عليه. مصدر السلطات هو الشعب، يعملوا استفتاء بالدنيا، نحن جاهزين طبعا لمصلحتهم. بعدهم لهلا للاسف عم بيعملوا لمصلحتهم، ما شفنا شيء لمصلحتهم. يا جيل قلبه على بلده قاعد يظبط بسماء بلده، ظابط مثل ما هو هيدا. على عكس كل التوقعات والأمال المعقودة على قانون انتخابات عصري وحديث بيساهم بإلغاء الطائفية وبيزيد من وحدة الشعب والوطن، فإنه الصراع الدائر بمراكز السلطة عم بيعمق الفجوة بين المواطنين وعم بيدفعهم بطريقة غير مباشرة إلى التكتلات الطائفية والمنادات بقوانين أبعد ما تكون عن الحداثة والتطور. أنا مع الأرثوذكسي نسبة. بتسألني ليش؟ لانه لما بكون كل طائفه يعني نوابها تنتخب نوابها، عارف كيف، ما في مشكله بين الطوائف، بترجع بعدين ضمن الطائفه الوحده نسبه، فكل العالم تتمثل. الارثوذكسي هو الوحيد اللي بيمثل المواطن تقريبا يعني 70% وبيمثلن لهم 100%. بس هيدي النسبية والمحل حسب ما بتقراهم بالجريدة أو المختلط، أو الستين حسب كل واحد وين له مصلحة عم بيشد عليها. أنا من بعلبك، هلا في عنا نائب عن الموارنة اسمه أمير رحمة. طيب إذا انتخبوا، إذا ترشح على الأرثوذكسي ما بيطلع بالمنطقة هاي. الحياتية اليومية والمتطلبات المعيشية البسيطة خطفت من المواطنين الاهتمام بتفاصيل القوانين اللي عم تفصل وتحاك بدقة كبيرة بعيدا عن هموم وهوجس. ما مع شيء، لا ما مع البلد، لما بتخدم
40 سنة وبتطلع بعدين، لا في ضمان، لا في شيخوخة، لا في تأمين صحي، بيذبحوك بالأجارات، ما دخلنا. المواطن أهم شيء أمنونا المستشفيات، وأهم شيء أمنونا المدارس. على الشعب أن يعرف شو بده ينتخب، ما يرجع ينتخبوا هن ذاتهم، عرفت كيف؟ طيب المواطن تعبان، المواطن بحاجة لإلك أنت تساعده يا دولة لبنانية ويا وزراء ويا نواب يلي بترقدوا لينا، نزلونا بالانتخابات وحطوا الأصوات. طب خي شو بدي أحكي لك، حالة مين إيلو إيلو؟ صحيح، لأنه البلد صار له 60-70 سنة على هذا الموضوع، ما في شيء تغير، بالعكس عم يرجع لورا، بالتالي فما بيهتم بهذا الموضوع. المواطن بده راحته، بده يكون في كهرباء ومي وللشيخوخة الواحد لما يصير عمره بال 65 سنة، يعني هذا وطبابي ومدارس للأولاد. برأيي أنه يعملوا قانون حلو يرتاح فيه المواطن اللبناني، يعني يحس حاله أنه ببلد مش مثلنا، إحنا منيجي زيارة هيك منتطلع أنه بعد ما في شيء تغير، ما في شيء صار منيح، فبنقعد هون أسبوعين ثلاثة بنرجع منسافر. الستين والنسبة، المختلط والأرثوذكسي، قانون جديد من المفروض أنه يبصر النور، وكل الأمل أنه يصب بمصلحة المواطنين والوطن. ما حدا شرعي غير الشعب وغيره، ما في شرعي أرجخنا لبي في لعب خربتو هالجمهوري. ورح ننتقل هلأ إلى كنيسة السكركار بالجميزي يلي شهدت على أمسية موسيقية بإطار فعاليات مهرجان الأورج بنسخته الثانية بلبنان. تفاصيل أكثر عن هالأمسية من تبع سوا بهالتقرير. ملك الآلات بلش المهرجان بفكرته الفريدة اللي بتهدف للحفاظ على الأورج، أكبر آلة موسيقية رافقت الإنسان بكل مراحل حياته بفرحه وبحزنه، وارتبطت ارتباط مباشر بالكنيسة، فكان مهرجان الأورج بنسخته الثانية ليرجع يحييها الآلة من جديد. نحن تنعرف عن هالأورج وهالآلة يلي كانت منسية من بعد الحرب، لأنه قبل الحرب كان في بكل كنائس بيروت تقريبا هالأورج بالإرساليات الأجنبية، وهلا عم يرجع نرممه من راجع وجديد، وبعد في كم كنيسة كمان، وعم نرجع نعمل كمان نصمم أورجات جديدة بكنائس جديدة. المهرجان اللي عم بيصير هو ثقافة من أبعد ما يكون، لأنه الأورج هو بحد ذاته ثقافة كاملة. هالقد مهم وهالقد انتريسون إننا نازلين نحن من البقاع ومشقية الطريق والثلوج والجليد لحتى ننوجد بهالمطرح هيدا، هل قديش حلو وعظيم يعني. جاي اسمع الأورج لأنه هذا الانسترومنت كتير حلو. أنا كمان بدي بيانو، بحب الموسيقى، بحب الأغنية. كان شيء رائع يعني، بنهن كيف بيش عم يدق، بنوع بطريقة الموسيقى اللي عم يدق فيها، بحط كذا صوت، شيء رائع. دايما بيجي أنا بحضر هيك إشي، بحب كونسير، بحب الموسيقى، الموسيقى بتروي الأعصاب. انطلق ب 29 كانون الثاني ليستمر لسبع شباط، كانت محطته على مسرح كنيسة الجميزي اللي حضنت أقدم أورج بين الكنيس، وباستضافة عزفة الأورج ماري برنادات كانت الأمسية فوق الخيال. It's particularly amazing to see how in Middle East you have in Lebanon and Beirut such a very important international organ festival that is in the same standards that in Western countries where organ is more popular. حضرناه السنة الماضية وجربنا بالكنيسة البروتستانت وبالأنطونية وقد ما عجبنا هالسنة ما بدنا نقفي. يعني تهانينا
تريبيا لانه شيء كثير مهم لازم كل سنه ينعمل هالشيء. وبركي كمان بيكبر الفستيفال بدل جمعه بنصير جمعتين لثلاث جمع لشهر. كثير بحبه، صوته كثير حلو، اكثر شيء هيدا عندي اكثر موسيقى هي الاورغان. نشكر الله انه بعد في اشخاص بيتعبوا ليفرجونا الفن الرائي بهالشكل، واليوم الحضور فعلا بيفرح. ان شاء الله لبنان يكمل بهالطريق، طريق الفن والموسيقى، وخاصة هالآلة اللي بترفع النفس لله. من أجواء فالنتين بدي أسألك، بتارات بتأمني بالحب من أول نظرة؟ لا. بتأمني بالحب؟ إيه بعد كذا نظرة. طيب خلينا نشوف أجوبتكم من بعد بريك ومنرجع. إيه ليه لا، بأمن بالنظرة الأولى إنه إيه أكيد برضو، بس شفته دغري حبيته بهيدا الوقت. لا أكيد لا. إيه لا لا، لأنه بتخدع كتير أمرار. إيه أنا ضد أكيد الحب من النظرة الأولى أكيد. لا، لأن الحب معاملة، النظرة الأولى شو بده يعجبني شكله؟ لا أنا تزوجت من الحب من النظرة الأولى صراحة. حب من النظرة الأولى صعب شوي يعني، هي ممكن أعجب بس حب ما بعتقد، أنا ما بعتقد فيها يعني، سوري. لا أبدا، صعب صعب كتير، مجرب كتير، من اليابان رايح لأستراليا لسان فرانسيسكو لبوسطن كله ما بتمشي. طبعا ضد. نو طبعا في شيء من النظرة الأولى حقيقة يعني، بعد العمر أكيد في من النظرة الأولى. ممكن يحبها بده وقت مش هيك، بس ممكن أول شيء تلفته أكيد، هي بس تلفته وبعدين بصير الحديث. مرتي الحب كله دخيل عرضك شاش بيك. لا ضد 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 النظرة الأولى، حلو إنه الواحد يعاشر يعرف شهر وشهرين وسنة حتى، بس والله يثبت الحب معاني. لا لا، في بينجح في ما بينجح، الحب بيكاس بقلوب الناس والناس بتسأل وين الكاس معلوم. لا في نظرة أولى. يسلم لي عينيك، يسلم لي عينيك الحب. أنقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. هذه ذكريات أيام الطفولة، بس الله معنا بقى، لا حب ولا من يحزنون أكيد. لا ليه، ما في حب أصلا. لك ما في حب يا حبيبي، في معاملة، ما في لأول نظرة ولا غير نظرة. يعني قلبك بدأ مجرد ما يشوف حدا من أول نظرة، يمكن يكون هيدا شخص أحسن من ألف حدا بتعرفيه من سنين. حلو أكيد. شو بدي أقول لك، مثلا إذا واحد جذاب ويفوت لقلبك دغري بيفوت لقلبك. إلي مع جوزة 32 سنة. أنا جوزي حبيته من النظرة الأولى وتجوزنا، يعني كلمة حلوة بتخليه يسخسخ يفرط. ايه اكيد مع الحب النظرة الاولى، وهي طلاقة ارواح. ايه اكيد انا اول واحدة اللي هي العيون بتحكي قبل ما الانسان ينطق. انا من الناس اللي بيأمنوا فيها، واللي بيقول لي غير هاي مكذب. يا هلا حبيبتي.